حيث سجلت في 24 ساعة الأخيرة 1191 حالة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 62590 حالة، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 172 لكل 100,000 نسمة، على أنه بلغ في 24 ساعة الأخيرة 3 لكل 100,000 نسمة. وتفصيلا، فإن الحالات 1191 الجديدة توزع عبر جهات وأقاليم وعمالات المملكة كما يلي: جهة الدار البيضاء سطات 377 حالة، من بينها 306 الحالات بالدار البيضاء الكبرى، 23 حالة بالجديدة، 15 حالة بالمحمدية، 9 بمديونة، 8 الحالات بالنواصر ومثلها ببرشيد، 7 الحالات بسطات، وحالة واحدة ببن سليمان. جهة مراكش أسفي 135 حالة، من بينها 87 حالة بمراكش، 24 بقلعة الصراغنة، 9 بالرحامنة، 8 بالصويرة، 3 حالات بالحوز، حالتان بكل من اليوسفية وشيشوة. جهة فاس مكناس 133 حالة، من بينها 68 حالة بفاس، 36 بمكناس، 11 حالة بتونات، 6 حالات بكل من صفرو وتازة، 4 حالات بمولاي يعقوب، وحالتان بإفران. جهة درعا تافيلت 116 حالة، 43 حالة بالرشيدية، 31 بورزازات، 22 بميدلت، 16 بزاقورة، وأربع حالات بتنغير. جهة الرباط سالة القنيطرة 109 ديال الحالات، 30 حالة بسالة، 26 بالقنيطرة، 23 بالصخيرات تمارا، 17 بالرباط، 8 بسيدي سليمان، 4 بسيدي قاسم، وحالة واحدة بالخميسات. جهة بني ملال خنيفرة 97 حالة، 39 بأزيلال، 31 بخريبقة، 16 بخنيفرة، 6 بالفقيه بن صالح، وخمس حالات ببني ملال. جهة طنجة تطوان الحسيمة 89 حالة، 40 حالة بعمالة طنجة أصيلة، 31 بتطوان، 6 بكل من المضيق الفنيدق والحسيمة، يعني 6 بكل إقليم، 3 الحالات بشفشاون، وكذلك مثلها بالعرائش. جهة الداخلة وادي الذهب 72 حالة، كلها بإقليم وادي الذهب في إطار بؤرة مهنية. جهة سوس مسة 47 حالة، من بينها 34 حالة بأكادير إدا وتنان، 9 بإنزكان أيت ملول، وأربع حالات بشتوكا أيت باها. جهة الشرق 16 حالة، 8 الحالات بالناظور، 6 الحالات بوجدة أنقاد، وحالتان بجرادة. إذن هذا هو التوزيع الجغرافي المفصل ديال 1191 حالة اللي تسجلوا في هذا 24 ساعة الأخيرة. في مقابل ذلك تم استثناء 20178 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 1,871,744 حالة مستبعدة.
للأسف الشديد سجلت في 24 ساعة الأخيرة 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المتوفين في بلادنا بسبب هذا الفيروس إلى حدود هذا الوقت إلى 1141 رحمهم الله جميعا، ويبقى معدل الفتك مستقرا في 1.8% مقابل معدل عالمي يساوي 3.4%. حالات الوفاة الثلاثون سجلت بكل من مراكش 7 حالات وفيات، 5 حالات وفاة سجلت بكل من الدار البيضاء الكبرى وفاس، حالتي وفاة سجلت بكل من ورزازات وطنجة أصيلة، وحالة وفاة واحدة سجلت بالرباط، بسطات، بخنيفرة، بأسفي، بتطوان، بزقورة، بالرشيدية، بقلعة الصراغنة وبميدلت. في 24 ساعة الأخيرة تعافى من المرض تعافيا تاما ولله الحمد والشكر 1240 مريضا، ليرتفع إجمالي المتعافين في بلادنا من هذا المرض إلى حدود هذا الوقت إلى 47595 متعافين، ويرتفع قليلا كذلك منذ أيام معدل التعافي يرتفع وأصبح يساوي 76%. ومنه فإن الحالات النشطة الموجودة بمختلف مستشفيات المملكة وكذلك بمنازل بالنسبة للحالات التي تتوفر فيها شروط معينة أصبح عددها قبيل قليل 13854، أي بمعدل 38 لكل 100,000 نسمة. منذ أيام هذا المعدل ينخفض بشكل جد بطيء، ولكن المهم ينخفض بعدما كان يرتفع بشكل كبير في الأسابيع الماضية. ليس هناك تغيير من حيث الجهات اللي فيها أكبر عدد حالات نشطة واللي فيها أقل حالات نشطة، دائما هناك جهات قلميم ودنون اللي فيها فقط 61 حالة نشطة، وجهة العيون الساقية الحمراء اللي فيها 53 حالة نشطة. نختم بالحالات الخطيرة والحرجة الموجودة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش بمختلف مستشفيات المملكة، والتي يبلغ عددها قبيل قليل 202 ديال الحالات، من بينها 48 حالة تحت التنفسي الاصطناعي الاختراقي. كان هذا آخر رقم نقدمه في هذه الحصيلة اليومية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.